تعرف وليد الغريبي، وذكرت لنا بأنه ولد خلوق جدا، وتحدثت عنه بإسهاب وكانت تبكي لأنها خسرت كما ذكرت صديق رائع. صاحبة المنزل حاولت أن تطلع على ما الذي يحصل تحديدا في الطابق الثالث، وجدت باب الحمام مقفولا، حاولت بكل الطرق أن تفتحه وفي النهاية نجحت لتجد وليد غارقا في دمائه في هذا الحمام يصارع ويلفظ أنفاسه الأخيرة. حاولت